السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. موضوعنا اليوم هنعمل حروف الانجليزي ب3D. اوكي، هنبدأ مع بعض بحرف الاي وبالترتيب، او ممكن تلاقوه بالترتيب او من غير الترتيب، لكن هو هنعمله بطريقة 3D بطريقة سهلة جدا وان شاء الله تعجبكم. ومع بعض كده ونشوف هنعمل ايه. اوكي، استخدامي كله بالقلم الرصاص زي ما انتم شايفين كده، عشان ابرز الشكل الحرف بال3D هستخدم القطنه بتاعه الودن لتسيح او دمج القلم الرصاص. اوكي، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. اهو
وكده خلصنا، وإن شاء الله أشوفكم في درس جديد من دروس تعليم الرسم والفنون التشكيلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.